بما انه الحياه مثل السيرك فيها طلعات ونزلات ونطنطه فوق المصايب، فكلنا احيانا نتعب، منحس انه عبالنا نحكي مع حدا، حدا يسمعنا، حدا يحللنا مشاكلنا. وبما انه نحن كسلانين، فبدل ما نروح عند سايكولوجيست متخصص منروح عند واحد كسلان مثلنا. بعرف من حالي انا كسلان، ما بروح عند واحد متخصص، بروح عند واحد كسلان مثلنا، ما له جلاده لا يدرس ولا يتخصص 6 سنين بالجامعه يدرس عند فرويد والانا الاعلى، فراح سمى حاله لايف كوتش او مدرب حياه. اكيد ما عم بحكي عن المتخصصين يلي معهم شهادات، عم بحكي عن المتعدين على المهنه اللي قنعوا حالهم وعم يقنعونا انه هن فيهم يحلوا مشاكلنا. وانت لما تكون مقتنع انه هيدا اللايف كوتش رح يحل لك مشاكلك، يعني مثل اللي رايح يشيل الزايده بالصيدليه متوقع انه يصح. كلنا عم نشوف هاللايف كوتشيه على السوشيال ميديا اخر فتره، عم نشوفهم اشخاص مرتبين بيقعدوا على كرسي قدام الكاميرا وبيحكوا مع حدا حد الكاميرا دغري، يعني الكاميرا هون وبيحكي مع حدا حدا مش موجود. عم تتخيلوا قديه صعبه انت تتخيل حالك يعني عم تحكي مع حدا حدا منه موجود بوجهك نص ساعة 500 فيديو، نفس الشيء عم تحكي مع حدا مش موجود وما حدا عم يرد عليك وانت بعدك مصر تكمل. يعني صراحة ما بعرف مين اللي بده علاج، نحن او هني. واللايف كوتشية بيقتبسوا اي شغلة من حياتهم وبيعملوا منها قصة كبيرة، اسطورة، قصة ملحمية عظيمة، وبيستخلصوا منها عبر لنستفيد كلنا نحن البشر العاديين اللي رح نموت. يعني بتذكر انا وصغير لما كنت العب مخرج ممكن تعطيني موسيقى حزينه هيك ناي الله الله إيه. اوكي احسن. بتذكر انا وصغير كنت دائما اتنقوز من شباك المطبخ لشوف جارتنا. مش جارتنا الحلوه كنت من شباك الصالون. ايه كمان اللايف كوتشيه بينكتوا، عرفت كيف؟ ليبينوا لكم انهم مهضومين يعني والحياه اسهل. فكنت دائما اشوف جارتنا عم تتنفس، عم تاخذ شهيق وتعطي زفير. تاخذ شهيق وتعطي زفير، شهيق وتعطي زفير. سالت حالي سؤال كثير مهم، لو جارتنا كانت انسان طماع وقرر شي نهار تاخذ شهيق وما تعطي زفير، كانت ماتت لانه ما عرفت تتنفس. من هاللحظه التاريخيه تعلمت درس مهم، انه الحياه اخذ وعطى. قصه ما لها معنى بتسوى نقله بس طلع لك منها عبره وجابت 100,000 فولوور. وعلى فكرة اللايف كوتش في يكون حيالله إنسان، يعني صرنا بزمن أي حدا طلع معه جملة حلوة في يعمل لايف كوتش. مثلا مرتك يمكن تقلك تغطى منيح بالليل لما حتى تاخد برد ويصير معك إسهال تاني نهار، فتزبط معها بتغطى وما بيصير معك إسهال. تلمع براسة فكرة، يا عمي زبطت معي، ليش ما أنا ببيع أفكاري وبعطي نصايحي لغيري وبتعمل لايف كوتش؟ وعلى فكرة اللايف كوتش ما له عمر، كمان ما له عمر. يعني هيداك النهار شفت صبية عمرها 21 سنة، 21 سنة عاملة لايف كوتش وبدأت تدرب العالم. طبعا كلنا بنعرف انه بهالعمر، بعمر 21، قديه عندها تجارب، قديه خايضة تجارب بحياتها هيدي. خارج الواحد يعني ياخد من التجارب تبعها بالمجتمع، فيها تعطي كتير. عدوا معي شو ماري عليها بحياتها. سقطت باك وان بس ضلت قوية وما انكسرت، انسرق حسابها على الانستغرام مرتين وصمدت ما انهارت، خانتها البي اف اف وظهرت مع صاحبها وضلت سترونج. عملت لهم بلوك اثنيناتهم وشي موفد اون، كملت. فهالصبية اللي عمرها 21 قادرة تعالج واحد عمره 50 سنة سرقوا له مصرياته بالبنك، بده يقلع من السفر، طار من شغله، عمل اكسيدان بسيارته، كسر حاله نص مشلول، قادره تساعده.
شو فيها تقول له مثلا نصيحة كتير مهمة تغير له حياته؟ What doesn't kill you makes you stronger. هيك؟ يا strong girl انت. ما انت يا strong girl لما تلاقي صرصور بأوضة النوم بتلفني لأمك بتضلك نص ساعة مع التليفون، ماما ما تتركيني دخيلك ماما، بس تيوصل البايجون ماما ما تتركيني. معلش معلش هلا بس تما يقوموا علينا اللايف كوتشية ويقولوا عم نقطع لهم رزقهم، عم نمزح عم نمزح، بس انتوا خفوا علينا شوي يعني خفوا. مش كل ما واحد عقصته نحلة يصير بده يألف كتاب ويخبرنا عن تجربته الأليمة. بدكم تطيروا فيولي على العالم طيرون، بس خلونا على الواطي خلونا على الواطي. وهيدي الدنيا يا فيل يا ريل.